ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، حكم حلاوة المولد، أكل حلاوة المولد حلال؟ حلال، نعم. جزاك الله كل خير يا شيخ. طب لو أنا مثلا أكلت رنجة أو حاجة في شم النسيم برضه؟ الحتة وحشة. الحتة وحشة. طب أنا لا تشاركهم، لا تشاركهم، لا تشاركهم في عيدهم. جزاك الله كل خير. الله يسلمك.